التي سنتحدث فيها عن جبرين صنع الآلات الموسيقية باحترافية ووصل حد العالم الغربي، ينافس الشركات العالمية بالتأكيد. مباشرة مع طارق جبرين صانع الآلات الموسيقية، أسعد الله صباحك بكل الخير يا طارق. صباح كل المستمعين، صباح كل المشاهدين. صباح الفل والياسمين. بداية نحن فخورين كثيرا بصراحة بوجود الشباب الفلسطيني الذي يفكر بطريقة خارج عن النص وخارج عن خلينا نقول الصندوق المغلق. طارق، بداية عرفنا عن نفسك ببطاقة تعريفية وخلينا نحكي عن قصتك مع الآلات الموسيقية. طيب، أنا اسمي طارق جبرين، عمري 27 سنة. بدايتي مع الموسيقى كانت بطريقة صدفة عام 2006. بديت في مدرسة محلية دراسة الموسيقى، وفيما بعد للأسف آلتي الموسيقية كان فيها مشاكل كثير، فصار عندي نوع من الفضول في معرفة كيف صيانة الآلة وتصليحها. هاي كانت البداية، لكن ما كنت عارف أني رايح باتجاه صناعة الآلات الموسيقية إلا بزيارة فني ألماني كان جاي سياحة. نعم. وبالصدفة تعرفت عليه، ومن خلاله بديت أدخل على عالم صيانة الآلات الموسيقية وفيما بعد صناعة الآلات الموسيقية. نعم. طب طارق، يعني هل يعني ذهابك إلى إطار أو خلينا نقول جانب الموسيقى كان عبارة عن شغف وحب للموسيقى والآلات الموسيقية، أم يعني شيء متوارث، اهتمام معين فقط لا غير؟ لا، هو مش شيء متوارث، عن العائلة يعني بعيدة كانت كل البعد عن الموسيقى. هو كان شغف في تحديدا اكثر في موضوع الميكانيك، في موضوع الهندسه الميكانيك، يعني كان عندي هذا الشغف. والالات الموسيقيه عباره عن قطعه ميكانيكيه، متكامله، فيها الخشب، فيها المعدن، فيها المفاصل، فيها كل هاي التفاصيل. انا وظفت ممكن الميكانيك، شغف الميكانيك في موضوع الالات الموسيقيه. نعم. طب على اي الالات الموسيقيه كان تركيز طارق من اجل ان يقوم بتصنيعها وان يبدع ايضا في صناعتها؟ نعم، الالات الموسيقيه اللي انا صراحه بحترف صناعتها اللي هي اله الكلارينت بشكل خاص، واله الأبوة. نعم. طب شو ميزات هدول الآلتين بصراحة؟ يعني إحنا بنعرف إنهم بيعتمدوا بالتأكيد على آلات نفس بشكل كبير جدا، وبالإضافة إلى أنها بدها إتقان، مش بس هيك مجرد آلة عابرة. فشو المميز في هذا الآلات، وهل تأخذ وقت وجهد كتير طارق خلال صناعتها؟ تمام، أنا بدي أحطيكم هيك نبذة صغيرة عن الآلة. الآلة الموسيقية الكلارينت هي آلة نشأت في العصور الوسطى في أوروبا، العالم الغربي، نحكي عن ألمانيا وعن فرنسا. واجتهد فيها الصناع في تطويرها وفي إيصالها للموسيقيين. بميزها أنها آلة كثير مميزة، يعني في صوتها، في تركيبتها، في مرونتها لدخول أي نوع موسيقى. اللي صار انه فيما بعد صار في اتجاهين في عالم الكلارينت، في الاتجاه الالماني، الالمان دائما بحبوا يميزوا حالهم في صناعاتهم، في نظامهم الموسيقي، والنظام العالمي اللي اخذوا نظام الفرنسي. نعم. في خلال دراستي انا تعلمت صناعه النظام الفرنسي، لكن النظام الفرنسي هي آلة اكثر ماشيه في العالم الموسيقي الغربي. في العالم الموسيقي العربي صراحه مش موجود اله كلارينت تتناسب مع هاي الموسيقى. فنظرت الأتراك متأثرين بالنظام الألماني. إذا بتلاحظي أنه كان سابقاً، نرجع شوي سياسة، سابقاً كان العثمانيين متأثرين بالألمان، كان في تحالف بيناتهم، فأخذوا النظام الألماني وحوروا وتطور لصار يناسب الموسيقى التركية. فيما بعد أنا أخذت هذا النظام الألماني القديم وحاولت أعدل عليه وتطوير هذا النظام ليتناسب مع الموسيقى العربية. نعم، كل الاحترام والتقدير. قديش بياخذ منك وقت طارق في صناعة الآلات الموسيقية؟ والأدوات والمعدات متوفرة عندنا في فلسطين؟ طلع، هو سابقا في بداياتي كانت الآلة تاخذ من شهرين لثلاث شهور بالشغل اليدوي والبحث. اليوم في مواكن بتساعد في أو بتسهل وبتختصر كثير من الوقت في صناعة الآلة. اليوم في الشهر بصنع تقريبا بحدود من 6 ل 12 قطعة حسب
حسب الشغل. المواد الخام طبعا هي مواد جزء منها ممنوع من تداولها في السوق الفلسطيني، جزء منها مش موجود لا حتى في الداخل. في صعوبة في إدخال المواد الخام، يعني هاي الإشكالية الكبيرة اللي احنا دائما بنعاني منها. طب بتلاقي سوق لهذه الست آلات تقريبا اللي بتصنعها شهريا، في حدا بيشتريها؟ مين هم اللي رواد أو زوار أو زبائن شركة جبارين لصناعة الآلات الموسيقية؟ الآلات طبعا موجود، الزبائن موجود عندي، يعني زبائن لطلبيات لسنتين لقدام. الزبائن في من الوطن العربي، في الفترة الأخيرة الخليج العربي صار سوق مهم لهذه الآلات الموسيقية. روعة. نحكي عن احنا ست آلات احترافية. بغير الآلات المستوى المبتدئ والمستوى المتوسط، المستوى المبتدئ والمتوسط نسمع تقريبا 40-50 آلة في الشهر، ما فيش مشكلة. بس الآلات الاحترافية اللي نحكي عن ذهب، نحكي عن آلات مصنوعة من الفضة، سوق اليوم الخليج العربي، اليوم السوق الأوروبي مفتوح، السوق الأمريكي صراحة متردد في دخول السوق الأمريكي لأنه سوق أقل طلبية فيه، بده 50-60 آلة كعينة. بدك تكون مجمع عدد منيح بالضبط، يكون عندي إنتاجية أعلى بكثير حتى تدخل السوق الأمريكي. صحيح، لكن الأسواق العربية دخلت هذه الأسواق، وكمان في أحد اللقاءات شفت لإلك طارق وإنت بتتحدث إنه عازف فرنسي ممكن إنه أعتقد قام بتجربة إحدى الآلات الموسيقية اللي حضرتك قمت بصناعتها. صحيح، هي كانت الإشكالية إنه في تسويق الآلة الموسيقية هاي، بتعرف المنتج العربي دائما نحكي عنه منتج بكواليتي متدني، لكن الأبواب فتحت لما هذا الفرنسي جرب الآلة وصار يحكي فيها وكان كثير مبسوط منها، فتحت أبواب كثير على الموسيقيين الثانيين. اليوم في عندي أكثر من زبون، أهم العازفين العالميين منهم هنريك جولدشميت، عازف دنماركي، واحد من أهم عازفين الأوبو في العالم. نعم. طب بشو بتتميز الآلات اللي بيعملها طارق عن الآلات العالمية بصراحة اللي موجودة على مستوى العالم؟ يعني شو اللي بيخلي عازف دنماركي أو فرنسي يجي يشتري من طارق اللي بيقوم بصناعة هذه الآلات الموسيقية دونا عن غيره من صانعي الآلات الموسيقية على مستوى العالم؟ الفكرة الأساسية والبسيطة أنه أنا يعني لما بسمع آلة لعازف ما بسمعها بهواي، يعني بسمعها بهوى العازف، كيف يطلب، كيف تفاصيل إيديه، كيف نفسه في الآلة. في تفاصيل مرات العازف بحب تكون موجودة في الآلة، لكن الشركات العالمية بيمشوا بخط إنتاج ثابت وواحد، وكل آلة نسخة عن الثانية. الفكرة في آلاتنا أنه ما في آلة تشبه الثانية، كل آلة تشبه عازفها، كل آلة تشبه الموسيقي نفسه. هذا واحد. اثنين، ما كان في أي شركة مهتمة بالموسيقى العربي، الشركات العالمية ما اهتمت بالموسيقى العربي طبعا لطبيعة الموسيقى العربية اللي فيها أرباع النغمات وفيها تفاصيل. هاي الموسيقى الغربية نغماتهم عندهم أنصاف نغمات، بينما الموسيقى العربية احنا قسمنا النغمات لأربع قطع لأربع أجزاء. هاي التفاصيل احنا اشتغلنا فيها وقدمناها للعازف العربي والعازف العالمي. نعم. إجمالا يعني طارق واضح تماما أنك تدرس شخصية هذا العازف لتتلائم وتتطابق مع الآلة الموسيقية التي سيستخدمها ليكون هنالك توأمة جميلة ونغمات موسيقية رائعة. نتمنى لك كل التوفيق طارق جبارين، صانع الآلات الموسيقية التي وصل صداها حد العالم. أشكرك جزيل الشكر ونواصل مع حضراتكم في مشوارنا الصباحي والمزيد من المشاركات والصباحات على السؤال التفاعل هو الآخر.